هاي أسوار عكا، هاي عكا وأسوار عكا. شوف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان في هناك سؤال لأحد الإخوة، يعني عندما أو أحد الأخوات عندما شرعوا في قراءة سورة البقرة، كان في هناك وكأنه أحلام مزعجة جدا، رأت نفسها سجينة محبوسة، زوجها مربط، وأمور يعني عجيبة وغريبة، من كل ليلة كانت تشوف هذه الرؤى. نعم، سؤال، هذا سببه سورة البقرة، هذا سببه العوارض، هذا سببه كله. هذا سببه كله العوارض التي تسكن البيوت، تسكن الأجساد. نعم، عندما تقرأ، عشان هيك إحنا لسنا لوحدنا، كل تعرق، كل تنمل، الإسهال الشديد، التقيؤ، التنمل، التعرق الشديد، الأحلام المزعجة والمفزعة، نعم، هذه سببها العوارض. ما أن تقبل على الله بالاستغفار والإكثار منه، أو أي عبادة يعني تطيع فيها الله، وبالأخص سورة البقرة والتحصينات، وإذا بهذه الأمور تبدأ تتحرك من حولك، نعم، في البيت، لربما تسمع أصوات أو خلال النوم، أو ممكن غازات، ممكن تعرق، ممكن ريح باردة تشعر فيها بالقدمين هكذا، أو حرارة في الجسد، أو تنمل، كل هذه الأشياء التي لم تعهدها وحصلت معك، فاعلم إن سببها العوارض، فهي تضايقت ولا تريدك أن تستمر بهذا الأمر. عندما تبدأ في قراءة سورة البقرة عليك أن تتحصن، وجميل أنك تعرف أنه سوف يحصل شيء من هذا القبيل. نعم، سيحصل شيء من هذا القبيل. فسوف يحصل شيء من هذا، فلا تخاف ولا تجزع، هذا شيء طبيعي. نعم، إنهم خلق من خلق الله، يريدك الله أن تستشعر بهم عشان تعرف أنك لست لوحدك. فمع قادم الأيام عندما تكثر والوضوء، تبقى على وضوء والصلاة في وقتها وكل هذه الأمور، وتتوب إلى الله من هذه الذنوب التي يعني وكأنها هذه الذنوب هي الوقود، هي الوقود الذي يحركهم. فعندما تنتهي من هذه الذنوب وتقبل على القرآن وعلى طاعة الله وعلى الاستغفار وعلى قراءة سورة البقرة، سيتغير حالك. نعم، بالتحصينات والماء المرقي، رش البيت في الماء المرقي، رش البيت في الماء المرقي، وشغل الموبايل على سورة البقرة، وأنت تحصن بأذكار الصباح والمساء، واقرأ سورة البقرة وتوب من هذه الذنوب التي هي كما بينت لك هي وقودهم، يعني هم يستمدوا قوتهم من هذا، من هذه الذنوب التي تقتربها. فجل همهم أن يوقعوك بهذه الذنوب، وأن يأخذوك والعياذ بالله إلى جهنم. في الخلف هذا جبل الكرمل، جبل الكرمل حيفا. أنا اليوم أنا في عكا. نعم، ساعات جميلة عكا، جميلة عكا، أسوار عكا، هذا جمال عكا، سبحان الله. أعتذر إذا في صوت وضجة، حبيت أني أصور هيك مقطع قصير وأقول لكم نعم، كل الذي يحدث معكم عندما تقرأوا سورة البقرة يعني فلا يخيفكم، مع أنه هو مزعج جدا، لكنكم ستنتصروا عليه. يريد الله بكم خير، أن أخذكم إلى سورة البقرة، وديروا بالكم. كمان مرة، الذنوب هي وقودهم، الوقود الذي يحركهم هو الذنوب. عندما تقترف الذنوب يرفع الله رحمته عنك ويتسلط عليك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا هنا أريد أن أنهي إن شاء الله، فكل هذه الحركات الغير إرادية والتعرق والتنمل والريح والتقيؤ
والطفح الجلدي والصراخ والرؤى المزعجة، هي كلها من الشياطين، من أعمال الشياطين. فعندما نلتزم بسورة البقرة ونتحصن رويدا رويدا، كل شيء سينتهي وسيكون العبادة جميلة وكل شيء على خير إن شاء الله. هذه عكا وأسوار عكا، وعكا القديمي طبعا، عكا القديمي. نعم، قلنا هناك في الخلف هذا جبل الكرمل، و هاي البيوت القديمة في عكا وفقكم الله. ننهي إن شاء الله، فتعليقاتكم أسئلتكم ونجيب كل مرة بسؤال إن شاء الله. بارك الله فيكم.